عقوبة الإعدام للنواب محترمين فتيحة العيادي، مبارك أبو عيدة، بوتينة عراقي حسيني، محمد الهيش السعدي، وسعيد بن مبارك من فريق التجمع والمعاصرة. تفضل أحد النواب مشكور. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، السؤال ديالنا كاين درج السيد الوزير في إطار النقاش المتواصل هذه الأيام حول عقوبة الإعدام، وفي إطار الرغبة الأكيدة للمجتمع الحقوقي في التراجع عن هذه العقوبة وتعديل القانون الجنائي في هذا الإطار، خاصة أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993. بهذا الخصوص السيد الوزير، نسائلكم عما تعتزمون القيام به للتراجع عن هذه العقوبة، خاصة أن آخر إدانة بالإعدام في المحاكم المغربية كترجع الأسبوعين في خريبكا وأسفي، وأن عدد السجناء المحكومين بالإعدام كيوصلوا تقريبا 130 سجين. شكرا سيد الوزير. شكرا السيدة النائبة. كلمة السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة النواب المحترمين، إن المغرب منخرط وطنيا ودوليا في النقاش حول موضوع حذف عقوبة الإعدام، وفي هذا الإطار لا بد من تقديم بعض المعطيات. إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام اليوم في المغرب 129 شخص، كما أن المغرب من بين الدول التي لا تنفذ عقوبة الإعدام، حيث لم يتم تنفيذ إلا حكمين بالإعدام خلال 30 سنة، كما صدر عفو جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني على كل المحكوم عليهم بالإعدام، كل المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تم تحويل عقوبتهم إلى السجن المؤبد. وبمناسبة مرور 50 سنة على استقلال المغرب، أصدر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله عفوا على 25 من المحكوم عليهم بالإعدام. هذا وقد شكل موضوع عقوبة الإعدام أحد محاور ندوة السياسة الجنائية التي نظمتها وزارة العدل سنة 2004، والتي أوصت بالحد من عقوبة الإعدام. وتفعيلا لهذه التوصية، قلص مشروع القانون الجنائي عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى 9 ديال الجرائم فقط، من 31 إلى 9 ديال الجرائم، وتمت إضافة جريمتين جديدتين يعاقب عليها بالإعدام، هما جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. ولهذا القضايا التي حكموا بها بالإعدام اليوم في المغرب هي لا تتعدى 11 بدل 31. إذن فالمغرب يقف اليوم وقفة تأمل بهذا الخصوص، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. اسمح لي غير نلفت النظر ديالكم أنه انتباهكم انه يوم الجمعه الماضي 19 دجنبر الجمعيه العامه للامم المتحده صادقت على توصيه جديده في هذا السداد، وكان الموقف ديال المغرب هو هذا كان موغاتوار، يعني متعلق بوقف تنفيذ عقوبه الاعدام. المغرب امتنع كما امتنع السنة الماضية السيد الوزير، وهذا موقف ماشي مفهوم نظرا لما قلتموه قبل قليل. هذا الموقف كيستغربوا له عدد من المتابعين والمناشطاء حقوق الإنسان. وللعلم مثلا فإن بلد بحال الصومال
الصومال يعني صوتات على هاد التوصية ديال رغم المشاكل ديالها المعروفة. لا الصومال الصومال. تفضلي السيدة نايبة. ايوا سي كمسا هادشي اللي عطا الله. السيد الوزير هاد التصويت كيف قلت كان ماشي مفهوم من طرف المجتمع الحقوقي وكذلك من طرف المتتبعين لهاد خاصة أننا كيف قلتوها أنت هذه 30 عام تنفذ فيها الإعدام جوج مرات وكان عارفوا بأنه توصيات الهيئة الإنصاف والمصالحة أو هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت باش تحيد العقوبة ديال الإعدام وكنعرفوا كذلك أن هناك جو مشجع داخل البلاد فعلاش المغرب غادي يبقى كيقول يبقى مسجل عليه أنه كيطبق عقوبة الإعدام وهو ما كيطبقهاش شيء وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. وبهذا نكون قد أنهينا القطاع ونشكر السيد الوزير.